هذه الوقفة الأخيرة مع نجوم الفلكلور، ضيوفنا في هذه الحلقة المنشدين طارق الأسمري، طارق الشلاحي، ومشعل الفايز. يا جار أنا برحل عن الدار، يا جار وانت السبب واعرف ترى ما انت مجور، يا جار قلبي ما يطيع أهل الأشوار، وصباح يعاد من يبين له الشور، يا جار أنا برحل عن I'm
نرقود حسبي على من كم هذا من أسباب أنا البارحة ممسك والمسلمين نرقود حسبي على من كم هذا من أسباب أنا البارحة ممسك والمسلمين نرقود حسبي على من كم هذا من أسباب ألا يا محمد جع عصر الغضين يعود ونحل بأمر فالأسمار من أسباب ألا يا محمد جع عصر الغضين يعود ونحل بأمر فالأسمار من أسباب أنا البارحة ممسك والمسلمين ورقود حسبي على من كان هذا من أسباب والله لا لله واخشى من المنقود لا شك ثوب الستر ثم تلواب والله لا لله واخشى من المنقود لا شك ثوب الستر ثم تلواب أنا البارحة ممسك والمسلمين ورقود حسبي على من كان هذا من أسباب هلكني وغربلني ولا لي عليه شهود جرى الدمع من عين ولا قلت أنا جاب هلكني وغربلني ولا لي عليه شهود جرى الدمع من عين ولا قلت أنا جاب أنا البارحة ممسك والمسلمين ورقود حسبي على من كان هذا من أسباب أنا البارحة ممسك والمسلمين ورقود حسبي على من كان هذا من أسباب أنا البارحة ممسك والمسلمين ورقود حسبي على من كان هذا من أسباب أنا البارحة ممسك والمسلمين ورقود حسبي على من كان هذا من أسباب أنا البارحة ممسك والمسلمين ورقود حسبي على من كان هذا من أسباب لكم العافية ألف شكر شكرا لنجوم الفلكلور.